لو الحكايه فيها ان فيكو تعرف باسمك عبد عبدو رايح فين؟ شغال بمناديل. في ساكن فين يا عبدو؟ مش ساكن. قاعد في الشارع؟ اه. ولما بتنزل المطره بقى بتعمل ايه؟ لو الجو تلج زي كده وفي نضره بعمل ايه؟ اه. ايه اللي ماسكه في ايدك ده؟ شمعة. الحمامه دي بتعمل بيها ايه؟ باكلها. تاكلها. عبدو انت قاعد في الشارع ليك قد ايه؟ كم سنة يعني؟ يعني تعرفش كم سنة بالظبط؟ من فين أهلك؟ منين أنت بالظبط؟ أبويا أهو. آه.